بحب الموتوسيكلات من زمان يعني، بابايا شغال في الموتوسيكلات بقاله فتره، كان جايب لي بيتش باجي وانا صغيره، كان اول حاجه اسوقها في الموتوسيكلات عامه. فكانت كبنت بقى بتسوق بيتش باجي في المانيال، فكانت لما ورا اصحابها كلهم خلاني اتعلمت اسوق موتوسيكلات مثلا من سن 15 او 14 سنه، جاب لي سكوتر صغير كده وخلاني اتعلمت عليه. الموضوع اتطور معايا ان انا بقيت بنزل معاه المحل بقف اساعده، عجبني الموضوع، الشغل الكاتيجري جميل عجبني، فابتدى بقى يخليني بروفيشنال اكتر في الميكانيكا. لازم تفهمي انت سايقه ايه، لازم تعرفي ايه الكواليتي وايه الحاجه اللي انت سايقاها حلوه ولا وحشه، ايه الحاجه اللي ينفع تستخدميها، بتاع عده اجهزه افك بيها اربط. ابتدى الموضوع من سواقه وحب موتوسيكلات لمهنه، وابتديت بقى مؤخرا ابتدي ادرب بنات. الموضوع ابتدى ينتشر كتير قوي في مصر، الموضوع دلوقتي بقى عادي انك تلاقي بنت ماشيه بسكوتر، فده عادي، الموضوع بقى متقبل الى حد ما مع الناس لانها بتنبهر من الشكل. انا عشان هنا في المانيال بقالي كتير يعني، انا ساكنه وشغلي هنا، فالموضوع كان ممكن اقول لحضرتك من سنه الموضوع بيبقى الناس بتلف تتفرج عليك كلهم، اللي يعرفوك واللي ما يعرفكش، الموضوع بالنسبه لهم ملفت. لا دلوقتي عادي، معروف ان ماشي بالموتوسيكل بتجيب حاجات عادي، فيبصوا الله الموضوع جميل. طموحاتي ان اوصل لمرحله معينه ان يبقى عندي حاجه زي شو روم موتوسيكلات متوفر فيه كل حاجه لاي بايكر كبنت او ولد. دي آلاء، شوفوا معنا شيماء. اسمي شيماء هشام فؤاد، عندي 24 سنة، ساكنة في الجيزة. السكوتر مش مجرد جزء ترفيهي في حياتي، لا بالعكس أنا جايباه كمان عشان أروح بيه شغلي، أروح بيه النادي، أعمل مشاويري بيه، بدل ما أركب مواصلات وأقف أستنى العربيات تحمل والموقف والزحمة، الكلام ده كله لا بالعكس أنا السكوتر بتاعي بدوره وأطلع بيه، أروح بيه أي مشوار أنا حابة أروحه. بوفر عليا كتير وموفر عليا وقت. لم تعد ظاهرة ركوب الدراجة النارية في مصر حكرا على الذكور، فرغم القيود الاجتماعية الصارمة التي لا تعترف بالنساء في كثير من المواقع، استطاعت شيماء أن تخترق هذه القيود لتلبية احتياجاتها العملية ورغبتها الترفيهية. المجتمع اللي احنا عايشين فيه مجتمع شرقي شوية، كل كلامهم ايه ده ايه ده، ايه البنت دي ازاي سايقه سكوتر. في ناس بتشجعني كتير سواء ستات او رجاله، وفي ناس بينتقدوكي مش لطيف، شكلها وحش، مش عارف ايه، يحاولوا يوقعوكي وانت ماشيه، ناس ممكن ما يسمعها عربيه يحاولوا يزقوكي. كوني نفسك، ما تكونيش حاجه تانية، اعملي اللي انت بتحبيه، مش مجرد ان انت في مجتمع شرقي فخلاص هتمشي على دماغهم، لا اكسري كل القواعد اللي في المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه. شيماء خير مثال ونموذج للفتيات اللواتي استهوينا واحترفنا قيادة الدراجة النارية وأخذت على عاتقها تغيير الصورة النمطية لهذه الظاهرة بعد أن اختصرت على الذكور. فهل سيقبل المجتمع الشرقي هذه الظاهرة؟ وسام نصر، MBC مصر.